ومفاجاه لكل الجماهير الاهلاويه. وهي طبعا بقطعك في البدايه لان هو ظروف توقيت المكالمه جاي في توقيت، لان انا عارف هم في السودان ومشغولين ولسه واصلين. طبعا طبعا طبعا. واحنا سعداء على المستوى الشخصي طبعا بنجوم النادي الاهلي ونجوم التدريب لما بيكونوا مطلوبين في انديه خارج مصر. نادي الهلال السوداني مع الاهلي في البطوله الافريقيه ودوري ابطال افريقيا، لما بيطلب انديته لما بتطلب مدربين ابناء النادي الاهلي حاجه بتشرفنا وحاجه بتسعدنا، حتى لو هيواجهوا الاهلي حتى في المراحل القادمه. معايا على التليفون كابتن احمد عبد الفتاح المدرب العام لنادي الهلال السوداني. كابتن احمد ده برحب بيك وتحياتي الكابتن رمضان السيد ليك. السلام عليكم ازيك يا محمد. وعليكم السلام كابتن رمضان، وحشتني جدا طبعا. ربنا يخليك يا احمد. انا عليك من زمان عايز اشتغل معاك في الاجراءات. اول ما ترجع، بس ترجع ان شاء الله يعني عاملين نتائج ايجابيه وواخدين بطولات ان شاء الله يا احمد. كابتن احمد ده طبعا قبل ما اتكلم على موضوع الهلال، كان ليك مشوار حتى قبل كده مع كابتن رمضان السيد ومشوار طويل، فهو انا حتى لما بقول له هيبقى معانا مفاجاه وتليفون مهم من السودان كان سعيد جدا حتى بالتجربه اللي انتوا رايحين فيها ان شاء الله مع نادي الهلال. اكيد طبعا تجربه نادي الهلال تجربه، طبعا انت عارف نادي الهلال نادي كبير جدا اذا كان في افريقيا والسودان. هنا عايز اقول لك حافظ الاستقبال، نادي بيحب الشعب المصري جدا، بيحبوا لعيبه منتخب مصر في النادي الاهلي خاصه، وده شرف لاي حد طبعا، شرف كبير طبعا ان احنا نمسك فرقه زي الهلال السوداني، وعندنا طموح كبير جدا معاها، وعندنا امل في اللعيبه وفي الاداره، والفتره الجايه ان شاء الله هي صعبه، مباراه صعبه الفتره الجايه، بس ان شاء الله احنا عندنا طموح ان احنا نعمل حاجه ان شاء الله. اكيد يا كابتن احمد. طيب انتوا لسه بالتاكيد الساعات الاولى في السودان خلال اليومين والنهارده يعني عشان تدربوا فريق الهلال الفتره الجايه، وعندكم محك صعب جدا ومهم جدا في الجوله الثالثه والرابعه مع النجم الساحلي التونسي. البدايه شايفها ازاي؟ وتشكيل الجهاز الفني بالتاكيد بقياده الكابتن حماده صدقي هو المدير الفني لفريق الهلال يا كابتن احمد. بص انا خلالي سامع اليومين دول حصل في تفاوت شويه في الاحداث. احنا وصلنا امبارح الفرق نفسها مباراه اول امس دوري ونزل فيديو يكسبوا 3-2، كان نفس الفرقه هيثم مصطفى، هيثم ده من نجوم المنتخب السوداني وفرقه الهلال، كان مساعد لجنه الفرق قبل ما يمشي بعد مباراه الاهلي. مظبوط. كان المساعد وهو اتولى اداره مده مباراتين وقدر الدوري ست مباراتين. بعد ما وصلنا امبارح جالنا خبر النهارده ان الراجل قدم سالته النهارده قبل ما اروح على التمرين وخلاص هو مش عايز يكمل. الموضوع ده يعني عمل حاجه يعني شويه، فكان اول تمرين النهارده نروح وقعدنا على الفرقه، كان اول النهارده فاضي مدرب تونسي كابتن احمد. ممكن بس تعلي صوتك شويه؟ انت برضه صوتك مش عالي عندك. ادي صوتي برضه. النهارده معاذ ده كابتن احمد بقول لك، طب انت ممكن تتكلم التليفون لان حاسس ان في صدى او في صوت بعيد شويه، بتتكلم السبيكر؟ اوكي ماشي. الو الو سامعني كده كويس؟ كده تمام. الو اتفضل يا كابتن احمد كده سامعينك. فبقول لك قلت من النهارده مع الكابتن معاذ اللي هو بط الاحمال، واحد اتفرج على التمرين من بره. في مباراة بعد بكره في الدوري، مباراة مهمة جدا، وعندنا ماتش اللي هو مركز 19، ماتش يوم 23 قبل ما نسافر على تونس ان شاء الله مباراة النجم 27. طبعا الموجتين الجايين دول النجم الساحلي اذا كان عندنا في السودان وبعد اذا كان عندهم في تونس وبعدين عندنا في السودان، الدولتين دول هيحسموا حاجات كتيرة جدا الفترة الجاية، وهيبينوا حاجات كتير جدا هي لسه مش باينه دلوقتي. يعني النجم اذا كان هو 6 بونت واحنا 3 بونت والنادي الاهلي 3 بونت، فالدولتين اللي جايين دول هيغيروا شكل حياتي ان شاء الله. تمام. طيب ارجع معاك، بس انت قلت لي مشكله، بس الصوت كان فيه مشكله عشان نبقى فاهمين بالظبط يا كابتن احمد. ايه اطراف المشكله او ايه اللي حصل بالظبط؟ لا احنا مش عارفين ايه اللي حصل، ان هو سالته مش عايز يكمل، بس هو ده اللي احنا وصلنا له. ما سمعتش برضه الصوت كان بعيد قوي يا كابتن احمد. بقول لك ان هيثم مصطفى قدم استقالته. هيثم قدم استقالته. سامعني؟ كده سامع يا كابتن. اتفضل. بقول لك هيثم مصطفى قدم استقالته من ال يعني جايز الراجل اللي عنده وجهه نظر معينه، عنده فكر معين، وان شاء الله يعني
احنا عندنا فكر ثاني ان شاء الله رجعنا برضه نعمله ان شاء الله. تمام، لكن مدرب حراس المرمى سوداني، مدرب الاحمال لا مدرب حراس المرمى سوداني، مدير الكره راجل محترم برضه راجل سوداني. فان شاء الله كمان بصراحه في حفاوه حلوه جدا من ساعه ما وصلنا من المطار امبارح، في حفاوه كبيره جدا من الجماهير الهلاليه وازاي الناس بتحب الفرقه دي جدا، وان شاء الله ان شاء الله نكون على عين هم كمان عندنا في نفس المعمل. طيب كابتن رمضان السيد كان عايز يسالك على حاجه. اتفضل يا كابتن. يا احمد، يا احمد بالتوفيق يا احمد ان شاء الله وتعملوا نتائج ايجابيه يا احمد ان شاء الله المرحله اللي جايه. انت معاك الحقيقه كابتن حماده صدقي، واعتقد ان كابتن حماده صدقي من المديرين الفنيين الكبار اللي موجودين في مصر، واعتقد ان هيبقى انتوا كجهاز هتبقوا اضافه قويه الحقيقه لنادي الهلال ان شاء الله باذن الله. وطبعا يمكن في اي بلد ممكن تروحها تلاقي مثلا في مشكله صغيره كده، لكن الاداره بتقدر تتخطاها وانتوا كجهاز فني تقدروا تتخطوها الحقيقه، وان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه تبقى فيها نتائج ايجابيه ليك يا احمد كجهاز ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن دعواتك، وانت عارف ان اي اداره فنيه مصريه مثلا بتروح، احنا نعتبر السفره لمصر وسفره للنادي الاهلي في النادي الهلال. اتمنى ان شاء الله ربنا يدينا التوفيق ونكون على قد المسؤوليه دي ان شاء الله. عايز اقول لك كابتن رمضان بيتكلم معاك بقى بلغه المدير الفني والكوتش، يعني تجديد الدافع الحوافز. لا كابتن رمضان المدرب بتاعي. اكيد طبعا احمد ابني يعني اكيد، فانا حسيت حتى هو بيتكلم معاك بيديك بقى الدوافع، يعني حتى لو حصل استقاله احد افراد الجهاز لا بيديك دوافع وحافز للفتره الجايه وبالنسبه للجهاز الفني اللي احنا بنسعد بالتاكيد بوجودكم يا كابتن احمد. اكيد لا بص كل حاجه اللي وارده بتحصل في لحظات، هو مثلا كابتن هيثم مصطفى نجم على فكره، هيثم لو اكيد قائد وكابتن الهلال نجم كبير جدا، نجم كبير كمان، كان عنده طموح مثلا ان هو يبقى المدير الفني فجاي الاداره، هي احنا ما نعرفش برضه الكواليس الموضوع ايه، فان شاء الله بتمنى له هو التوفيق، بتمنى مثلا التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله. تعملوا نتائج إيجابية، مباراة النجم الجولة الثالثة والرابعة هيبقى ليها تأثير وليها عامل كبير جدا في تحديد الفرق، وكويس إن الأهلي معاكم في الجولة الأخيرة، إن شاء الله تكون الأمور اتضحت، ولما لا إن شاء الله الأهلي والهلال يتأهلوا إن شاء الله للمرحلة اللي بعدها بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله تكون مباراة النادي الأهلي الأخيرة دي يكون بنحتفل بيها إحنا وهم إن شاء الله المتعوش. إن شاء الله. بإذن الله إنها هتبقى مباراة صعبة في الخرطوم يا كابتن أحمد أكيد. ان شاء الله طبعا لينا كمان النادي الاهلي دي هنا جماهيريا، فده من غير ما اتكلم طبعا الناس بتشوف النادي الاهلي ازاي وبتحب وجودك في السودان، فدي حاجه جميله جدا يعني. اكيد كابتن احمد انا بشكرك وبتمنى لك التوفيق، وبتمنى التوفيق لكابتن حماده صدقي المدير الفني، ودايما خلال الفتره الجايه كده على تواصل ومتابعه معاكم.